الناس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. لكن تعرفي بقى أن أجمل حاجة أن إحنا بننسى في الأحداث بتاعت الحياة، بننسى أن إحنا تاركين، فنفضل نشتغل ونعمر ونبني، وهو ده دورنا في الحياة. بس دكتورة عادي، أنا في إحساس مسيطر عليا بجد، بما أن أنا بقى في دكتور مود يعني. قولي. إحساس مسيطر عليا اليومين دول قوي. أن أنا هموت يعني، عارفة أنت. بعد الشر عنك تحققي كل أحلامك وتحققي كل اللي نفسك فيه. لا يعني عايزة أقول لحضرتك، إحساس كده جايلي أن أنا إحساس بالخوف من الفقد. يعني أن أنا عايزة أسيب ذكرى حلوة مع كل، وخاصة مع ماما وبابا يعني، لأنه بحس أن أنا اليومين دول ببالغ أوي في معاملتهم، علشان يعني عارفة عايزة أسيب ذكرى حلوة معاهم. يعني بقول إيه، عشان لو ربنا يعني استرد أمانته أسيب ذكرى حلوة معاهم. طب والله لا عارفة، ده يقظة، ده حلو جدا يقظة. أنا عايز طول الوقت تبقى سيرتي طيبة، موجود أو مش موجود، دي يقظة قلب. ده أنت في حالة يقظة. عارفة أنت عندي حماقة برضو، مش عارفة ليه بزعل اللي بحبهم يا دكتورة نادي. يعني علاقات القرب يا شيماء أصعب. علاقات القرب أصعب بكتير جدا من العلاقات السطحية. لا يعني عارفة بقول الكلمة، مشكلتي إن أنا بصي اللي بيجي على السن بقوله، يعني ما بفكرش مثلا ان انا ممكن اللي قدامي يزعل ما يزعلش، ببقى عامله زي المدفع. حاولت اتغير. هو ممكن الانسان يتغير بعد السن ده كله؟ يعني انا عندي 38 سنه، ممكن اتغير؟ طبعا طبعا. بقول لك ايه، قلت مره و2 عندك و10 و20 في امل. ده هو بالتاكيد الاصل في التغيير مش السن، الاصل في التغيير الادراك. انا ادركت ان في نقطه خطيرة بتسبب لي، برجع يعني برجع فيها الطبع بيغلب. لا لا، مفيش حاجة اسمها الطبع بيغلب، في حاجة اسمها التدرب أهم من الطبع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. يعني أنا بتدرب على الشيء حتى أصل إليه. يعني أنا ممكن أغلط مرة واثنين وثلاثة وعشر، هوصل إن شاء الله. طبعا طبعا طبعا، إن شاء الله. إحنا بشر، لكن كل ما أيقظت نفسي على التدرب على الفعل الصحيح، هيبقى جزء من طباعي الجديدة. يعني أنا صعبان عليا أو أن أنا ساعات بقول كلام، يعني مثلا كلامي بيبقى حلو جدا وأتكلم كلام، ويجي عند التنفيذ أعمل حاجة غير اللي أنا اتكلمته. طالما صحيتي. عندك فلتر في البيت للمية؟ عندنا فلتر للمية. هي المية اللي بنحطها على الفلتر عشان ننقيها من الشوائب اللي بتبقى موجودة فيها. طيب الفلتر ده لو باظ بيتصلح ولا بيترمي؟ لا بنصلحوه. طب ولو اترمى ينفع نجيب غيره ولا ما ينفعش؟ نجيب غيره ونص. طيب هي حياتنا كده، في عقلنا مجموعة من الفلاتر احنا اللي بنظبط دماغنا عليها، ان لازم احط قبل ما يعدي الكلام من الفكرة للكلمة، هي الفكرة بتدور في ذهني الأول قبل ما تطلع على لساني، أعديها على فلتر العقل القلب. ما هي كل دي فلاتر. الله. فلاتر العقل والقلب والروح ينقوا كتير جدا من كلامنا. ما حضرتك معلش أنا عمالة أتكلم معك في موضوع خارج موضوع الحلقة، بس أنت عارفة برنامج دكتور مود أنا بحب دايما أن أنا أتكلم مع حضرتك عما يجيش وفي صدري. ده أنت بتسعدينا، وكل ما سألتي سؤال بيهمنا كلنا، إحنا بنذكر بعض، بنذكر بعض بحاجات هي أساليب حياة. إذا نجحنا في إن إحنا نذكر بعض طول الوقت بأساليب الحياة، بجد كلنا هنعيش حياة أفضل من كده. أكيد إن شاء الله. بعدين بالنسبة للصدمات، على فكرة أنا تعرضت لصدمات كتير، على فكرة أثرت عليا صحية. أنت عارفة المشكلة عندي إن أنا الدنيا بتوقف بقى. يعني عارفة أنت، وبتأثر عليا صحية جدا يعني. بعد كل صدمة يعني الدنيا بتوقف؟ بعد كل صدمة الدنيا بتقع، بس سبحان الله ربنا بيبعت لي اللي مديلي يده يطلعني. ما شاء الله. يعني عارفة مع كل وقعها أو كل صدمة أتعرض لها، ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لي الطيبين من عباده، اللي بيشدني من يده ويقول لي تعالي يا شيماء قومي. قومي وارجع صدمة من جديد، وقع من جديد، وأقوم. بس كتر اللي الواحد اتعرض له ده أثر عليا صحيا جدا يا دكتورة نادي. عشان ما كانش معاكي بس ال 14 مفتاح اللي هقولهم النهارده دول. ايوه اهم حاجه بس الموضوع اللي هتشوفي هتبقى في ايدك كده الميداليه اللي فيها ال 14 مفتاح، هيفرقوا كتير جدا معاكي. حضرتك
حضرتك البرنامج بتاع حضرتك هو اللي فرق معايا كتير، وربنا سبحانه وتعالى يخليكي دائما لنا كده، ونفضل حبيبتي نتعلم من حضرتك ويخليكوا، ده انا اللي